جاهزين. لا عجد مش عم بفهم أنا، حدا عم بفهم؟ لأول مرة من 6 أشهر هبة حسين بتقرر تحكي. يا طول الكلام، لو بتكلم هتكلم معك بس. كان تقريبا قدام البيت الحادث. شو خبرتي على فراش الموت؟ أرجوك خلاص. ما حدا ممكن يتوقع شو رح تقولي بعد شوي. المرأة بحاجة رجل بس مو يكملها، يشاركها. أنت وعايد يوسف اليوم متزوجين أو مطلقين؟ أبكي مع مالك مو أحكي مع مالك. إيه حسين، شكراً لك أول شيء. يا هلا وسهلا ومساء الخير. مساء الورد. الكلام بعد صمت طويل. الكلام لأول مرة بعد صمت طويل. يطول الكلام. أف. ليش صمت طويل؟ لأنه أفضل. ليش ما بتستمري بالصمت لكان؟ أنت ليش دخلت على طول في الموضوع؟ ليش الكلام لكان؟ ليش الكلام؟ إذا عم تقول الصمت أريح، الصمت أريح وأنت قادرة تطلعي تحكي، ليش في صمت طويل؟ ليش ما ضليتك مستمرة بالصمت؟ أنا للحين مستمرة بالصمت. ليش؟ لأنه بصراحة يعني أول شيء أنا هذا الموضوع ما كان ودي أحكي فيه، بس أنا حابة أحكي فيه مع مالك، مع إنسان يحاورني عن هذا الموضوع بطريقة توضح للناس بشكل نقي زي ما أنا هبة أبغى أوضح هذا الشيء، فهمتني؟ لذلك أنا جتني كثير يمكن مقابلات، لا أخفيك ذلك، بس أنا بالنسبة لي مالك مكتبي مختلف. ما قاعد يقول هذا الكلام عشان تهدي علي في الأسئلة. لا، بس أنا متابعة جيدة من قبل أحمر بالخط الأريض، متابعة جيدة لك، فلما جتني مقابلة معك لو بتكلم هتكلم معك بس. شكرا هبة، شكرا شكرا إليك. رح أطرح كل الأسئلة عليك، رح أطرح كل الأسئلة ونجرب غوص أكتر بزوايا هبة حسين، وحاول يوم لأول مرة نطلع هبة حسين الإنسانة أول شيء، ومن ثم نحكي عن 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 نجاحاتي كلها. جاهزين. الرابح أكتر بيكون جرأة الكلام أو جرأة السكوت؟ جرأة السكوت، لأنه بالنسبة لي لحظة صمت يعني تكون بلحظة غضب عظيمة تحميك من مليون ألف لحظة ندم. فالصمت ستر والصمت صون، وأحيانا العطاء مالك ما يكون بالمنح، أني أعطيك أعطيك أعطيك، العطاء أحيانا يكون بالمنع، أني أمنع الناس عن عيوبك، أستر عيوبك، أستر بيتك، أستر نفسي، أحميك من هذه الدنيا ومن كلام الناس. فأنا هنا قاعدة أعطيك أعظم عطاء في الدنيا اللي هو عطاء المنع. فالسكوت أنا بالنسبة لي أرقى أنقى، في ما أقول لك في برايفسي وخصوصية، لأنه ما عاد في صفة خصوصية، يعني مهما هبة سكتت أو عايض يوسف سكت ما عاد في الناس قاعدة تشوف، فهمتني؟ فالكلام صعب، لكن السكوت بالنسبة لي إلى هذه اللحظة أرقى وأنقى. هبة حسين امرأة قوية؟ المفروض. شو مواصفات المرأة القوية؟ نحكي جد اللي تقدر تتخلى. اوف. تتخلى عن شو؟ تتخلى عن شيء في وجهة نظر الناس ممكن الكل يتمنى،
انت عم بتكبي انابل من اول دقيقه يعني، هيدا في كلام عم بتقولي رح ارجع لك فيه بعد شوي. انا جايه صريحه معك. انا جايه صريحه معك. المراه القويه هي المراه تتخلى عن اي شيء الناس بتشتهي او لا، مو انه تشتهي قد ما انه تتمني، تتمنى انت تتخلى عن شيء قوي بالنسبه لك. المرأة القوية بشكل عام، نحن بمجتمعات شرقية المرأة وجدت ببعض المفاهيم بهذه المنطقة من العالم أن المرأة وجدت ليكملها الرجل. بتوافق هالكلام؟ مين قال هذا الكلام؟ يقال المرأة كيان ضعيف، والمرأة إنسان ضعيف، والمرأة الرجل هو اللي بيكملها، والمرأة بحاجة إلى رجل، إلى رجل بحياتها. صحيح، المرأة بحاجة رجل، بس مو يكملها، يشاركها. هي كاملة من الله، هي بالحالها كاملة أصلا، هي خلقت كاملة واستمرت في حياتها لين جاء هذا الرجل وأخذها كأمانة من بيت أهلها، خذها كاملة، ما كانت مغلفة أو ناقصة في أي شيء. لكن لما جت معاه جت عشان تتشارك، عشان يشاركها. ومفهوم الشراكة مش موجود اليوم. عن قسم كبير من الرجال بالرجال الشرقيين ما كتير يؤمنون بالشراكة بين الرجل والمرأة. بس لا، الحمد لله أنا رزقت بشخص يؤمن بالشراكة. هبة حسين، الطفلة أو المراهقة اللي عم تكبر ببيت أهلها، أي دور لعبه الرجال بعائلتها الصغيرة بتكوين شخصية هبة حسين اليوم؟ يعني عم بحكي عن الأب وعم بحكي عن الأخ. كثير كثير يعني، لأنه أنا من أسرة تتكون من 4 بنات وثلاث شباب، فكانت علاقتي بأخواتي الشباب أكثر من خواتي البنات، يعني جلستي روحتي طلعتي تمشيتي، عشان كذا الناس لما نشوف شخصيتي تلقاني بتكلم بعفوية أكثر، بكون على طبيعتي أكثر، حتى لما ممكن أمثل بدون ميكب، يعني مو شخص كثير يهتم في الظهور وفي الإطلالة وكذا. ليه؟ أخذت من طبع أخوات الشباب، فهمني؟ فجلست لوقت طويل أنا صديقتهم وأنا أختهم وأنا حبيبتهم وأنا يعني كل حاجة مع أخواتي الشباب، فأثروا فيني كثير وتعلمت التفاصيل العميقة. لما يعلمك إياها رجل في شنبه، يعلمك تفاصيل عميقة، يعلمك الأصول، يعلمك اللأ، يعلمك متى توقف ومتى تغضب ومتى تتكلم وإيش العيب، وين العيب، إيش الليفل اللي أنت لازم توصله، أشياء وأمور كثيرة تعلمت. لو كان هذا الرجل سند الصبية وفجأة بتخسره، كيف بتكفي؟ تكفي ممكن بجناح واحد. هي ممكن تقدر تطير شوي، بس في شي ما يروح خلاص. حتى لو عشت واشتغلت وضحكت صريخ ضحك، بس بالنهاية في وقت لي الحالي ما يمر يوم إلا أذكر، مستحيل. فهنا التفاصيل اللي ما حد يعرفها. أنت إيش ناوي في الحلقة اليوم؟ أمور كثيرة. لا صدق، أنا من الناس اللي ما حد يعرف شيء عن حياتي الخاصة أبدا، عشان كذا أنا قليلة جدا في المقابلات وحريصة مع مين أطلع. الأخ الأول، الخسارة الأولى، صح، الله يرحمه. الله يرحمه، راح عند الرحمن الرحيم اللي أرحم من الأم على ولدها. الله يرحم. كيف تذكري اللحظات الأخيرة هو خيك؟ كان يعني كان في المستشفى أخوي الكبير فترة طويلة، بعدين قررنا انه لما قال الطبيب انه هوبليس كيس، ف
فقررنا أنه زي ما قالت والدتي أنه يقضي أيامه الأخيرة معنا في البيت. فقضى معنا آخر 7 شهور من حياته في البيت، وإحنا عارفين أنه زي ما قال الطبيب هو 7 شهور. هو قال لنا الطبيب صراحة هو كان معه كانسر في المخ، فوصل لليفل أنه ما عاد يشوف بالفترة الأخيرة، وأشياء كثيرة تعب فيها. فكنا إحنا معه أنا وأخواتي، فكنت تقريبا ثالث ثانوي. وممكن في هذا الشيء الحين حتى معلمتي ومديرتي والطالبات اللي معي ما كانوا يعرفونه، أنا كنت في ثالث ثانوي في اختبارات النهائية، أكون مع أخوي طول الوقت، أروح ماني ممكن مذاكرة اختباري، مع أني أنا مرة أحب الدراسة بس أحب أخوي أكثر. كيف تعيش العائلة لما الأطباء بيقولوا لهم hopeless case، حالي من دون أمل؟ تحت رحمة الله. فأنا تربيت تحت يد أم قوية، قوية جدا، ما تخاف شيء إلا من الله. أمي جدا قوية، فأمي كانت هي الأم والأب. فلما قال الطبيب أنه hopeless case وما في وكذا، فصارت تردد لا حول ولا قوة إلا بالله بأعلى صوت، بأعلى صوت. ما أنسى صريخ أمي في هذه الكلمة. أهم شيء يعني يجيك شيء يعوضك من الله يفرحك. هبة، لما عيلة بتسمع من الطبيب انه في 7 شهور فقط، كيف بيعيشوا العد العكسي؟ اكيد الاعمار بيد الله، ولكن لما بيسمعوا رأي الطب بيقول لهم هيدا هو اللي ممكن يعيشه، كيف بيعيشوا العد العكسي؟ تحس انك عايش بس مو عايش، يعني انت قاعد تموت معه. هو ما يعرف، وهو يكون اصلا واصل المرحلة في الكوما، في الغيبوبة يعني الأخيرة، بس إحنا اللي قاعدين نشوف، وإحنا عارفين أنه في كوما وفي غيبوبة، ونشغل له رقية ونطعميه عسل ونعمل له مساج، وهذا كله اللي كان يعني. كنت تحكيه؟ إيه كثير. لأنه جيبونا علبة مناديل يا جماعة، أبكي مع مالك مو أحكي مع مالك. أقترح تغير اسم البرنامج. القوة أنك تبكي وتضحك، عرفت؟ هبا، يمكن الوجع اللي عم تحكي فيه، لأنه في كتير ناس اليوم يمكن عم يقطعوا بفترات صعبة مع مريض عندهم داخل المنزل بحالة غيبوبة، كيف كنت تعرفي أنه عم بتجاوب معك؟ لأنه هيدي من أصعب اللحظات بعرفها من الناس قراب مني عاشوا هذه اللحظات. كان في نوع من صراع بينه وبين نفسهم، أنه هل عم بيسمعني؟ هل عم توصل الأفكار؟ وين كنت تلمسي أنه خيك كان عم بتجاوب مع؟ كنت أقول له إذا تسمعني حرك أصبعك، فكان أيوة حرك أصبع أرمش، يعني أدري ما يقدر يسوي أكثر من كذا، أرمش مثلا، هو أصلا مغمض شوية حرك يرمش. فكان هذا أملي، هل تفاصيل هالحركات أنه يمكن يطيب، يمكن يعني يكون، لأنه هو أخوي الكبير، فهو يعني بحسبة أب، يعني أدري أنه تعب كثير، وهو بكر في أمي، وأدري أمي إيش كثر متعلقة في أخوي هذا، لأنه جلست بعده 9 سنين ما تجيب، فهو جلس معاها 9 سنين هذا، إيه عشان كذا هو غير. كل ما الوقت عم بقرب،
كيف بحاول الإنسان يستفيد من اللحظات الأخيرة من شخص غالي على قلبه؟ سامح، سامح وتسامح. عشان كذا أنا دائما أسامح. قد ما عشت الفقد وكرر علي عرفت أنه أحلى شيء في الدنيا أنك تكسب سماح أحد. اكسب سماح قد ما تقدر، تكسب لصالحك ترى مو لصالح. اللحظة اللي تلقيتوا فيها الخبر وين كنت؟ كنت بالمدرسة، رجعت لقيت أنه أخذينا على إسعاف، يعني خلاص لازم يطلبون سيارة الإسعاف، وأخذوا على مستشفى الشمايسي، مستشفى حكومي. فهمت أنه خلاص؟ أو خلاص وقفت دقات القلب حسب ما كتب في حتى تقرير الوفاة. يعني قلت له كل شيء قبل ما يروح؟ إيه الحمد لله ارتحت. إيه ارتحت، عشان كذا أقول لك سامح وتسامح. ارتاح، حتى لو راح الشخص جزء منك كبير مرتاح. أنا خلاص عفيت، سامحت وتسامحت وقلت كل شيء أبي. شو خبرتي على فراش الموت؟ شو خبرتي شيء لأول مرة لخيك؟ قلت له أنه أنا أدري يعني علاقته في أمي إيش كثر قوية، وأنه هو كان تعبان وكان يساعد أمي حتى وهو صغير، وكان يساعدها حتى بالبيت وبتنظيف البيت وبالأمور هذه التفاصيل الصغيرة. فكنت أقول له أنه يعني أنا أدري أنك تعبان من يومك صغير، يعني وين نشوف أنت قاعد تموت وتروح أنت لسه تعبان. لأنه مرحلة اللي بعد عاد ما كبر واشتغل وتعب عشان يكون معانا، عشان 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 أمور كثيرة. فعرفت اللي مسكين يعني لا في صغره ولا في كبر ارتاح. شقي شقي كثير الله يرحم. وإحنا يعني اللي علينا أنه نعطي عاد الحين، نعطي دعاء، نعطي صدقة، يعني اللي نقدر عليه. الحمد لله. بعد 3 سنوات على وفاته. ايه حبيبي. بعد 3 سنوات على وفاته بتنشر هذه الصورة. ايه هذا اخوي الثاني. قدر يعوض لك شوي من غياب الخي الكبير؟ مين؟ خيك الثاني بهالفترة؟ أكيد، لأنه كبر وما في بيني وبينه فرق عمر، فكنا أصدقاء كثير. هذا اللي أقول لك، ربيت معاه ورحت معاه وطلعت معاه وسافرت معاه، يعني ما كنت أسافر مع أخواتي ولا مع صاحبات، كله 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 مع أخواتي. خيك الثاني نشرتي له صورة، شو صار؟ توفى فجأة. يعني كان حادث مؤلم، كان تقريبا أمام المنزل يعني. فالحمد لله كتبت. ليش؟ الموت حق، ولكن خبر صاعق للأهل والمقربين. وفاة الأخ الثاني فجأة بحادث كان أصعب من وفاة الأخ الأول يلي كنتوا أنتم منتظرين هذه اللحظة؟ طبعا طبعا. أنك يعني هذه فاجعة، كانت فاجعة. هو كان طالب عشاء فجأة راح ما رجع. اي بالضبط.
يعني فجأة خطفة كذا. أبكي كثير في الحلقة. هذه الحياة فيها دموع فيها فرح. تنزعج تحكي بالحزن؟ لا حزن صديقي. بدك ننقل على حقبة تانية من حياتك؟ شو ما بدك. احنا بديناها بكى، خلينا شوي نضحك مع الناس. هم دايما يشوفوني اضحك، الحين يشوفوني ابكي مستحيل. اول مره بتبكي على الهواء. نترك الجرح بمحله او حط ملح؟ شو بدك؟ حط ملح وانا بعطيك ليمون من عندي عشان يصير يحرق. خلاص. بس اوقات الجرح اذا ما حركناه ما بيطيب، اوقات لازم تحرك الجرح ليطيب. صح 100%. بنحركه او بنتركه؟ اللي يريحك. خيك شاب قديش كان عمره لما توفى؟ ما كمل 30 سنة. راح بده يجيب عشاء وما رجع. لما استفقدتوه أول فترة شو عملته وكيف عرفته أنه تعرض لحادث؟ كان تقريبا قدام البيت الحادث، فإحنا البيت عندنا فيه كاميرات، فوالدتي كانت تصلي الفجر فشافت في الكاميرات أنه أخوي في سيارة وفي كذا، فطلعت ما لحقنا الموضوع، طلعنا أنا وهي، فهي طلعت من غرفتها تنادي علي هبة هبة، لأن أنا قريبة من غرفة والدتي، هذا قبل الزواج. أنا أول شخص يعني لبيتها وقالت لي الحق أخوك برا، أنا ما باقي لي أخين يعني. فطلعت وأنا ما أدري أي أخ، لما فتحت فجعت يعني. أوف مرت أيام. لما طلعتي شو شفتي؟ شفت الدنيا كلها دم. قربتي أنت؟ ايه قربنا ودخلنا علينا البيت. انا وزوجتها وامي. ايه الحياة لازم تكون قوي، يعني لازم تكون متوقع اي شيء في الحياة. يعني انا هذا لا متوقع يعني، بس ممكن اشوفه بالافلام بالسينما. عادة لما أعمل جوكينج مع صاحباتي وأمزح أقول لهم ترى أنا صارت في حياتي أشياء زي المسلسلات والأفلام. أنا مش منطقي يعني إنه والدتي تصلي تشوف الكاميرا، أخوي تناديني أطلع ألقى ميت، وأنا رحلتي للبحرين بعد 4 ساعات كانت عندي شغل في البحرين تقديم حفل لأحد الماركات في ذاك الوقت. نفس اليوم ما أنسى التفاصيل. أنت كان آخر حديث أنت وخيك؟ وإحنا ناقلينه للمستشفى. كان بعده طيب؟ إيه آخر أنفاس. بس إحنا ما يعني ما نجهل، ما نعرف إنه هاي آخر أنفاس. شو قلتي له؟ شو قالك؟ إنه المبدأ إنه ما أبغى يروح بأي طريقة. رحنا المستشفى حاولنا ندخله غرفة العلاج، جو الأطباء يمكن 4 أطباء ممرضات، يمكن 12 ممرضة، لأنه جاي يعني الثوب أبيض جايهم أحمر يعني. وأنا رحت بدون عباية بدون جوالي بدون إثباتاتي بدون أي شيء، مو شايفة شيء. استنينا بالمستشفى يمكن 4 ساعات، وكانوا حاولوا يدخلوا له دم، بس كان يطلع الدم من الشرايين عشان هو كثير نزف. شو تغير بالعائلة بعد فقدان الأخ الثاني؟
تصدق شيء؟ قد ما حزننا وما أكذب عليك بعض أفراد العيلة اكتئاب وأنا ممكن واحد منهم, بس قوينا مرة كثير, قوينا لدرجة أنه الناس صارت تستغربنا أنه يعني هذه الوحدة يموت لها شخص جدها تتأثر سنتين, هذه شلون ماتوا لها ثلاث رجالة يعني شواربهم وواقفة على حيلها وتتكلم وتروح وتجي وتجتهد وتعافر. الرجل الثالث مين هو اللي توفى؟ أبي. بعد خيك الثاني؟ إيه الحمد لله. دائما الأشياء اللي تكسرك اللي تجرحك اللي تصنع منك شخص مختلف, والأشياء ممكن والمواقف اللي تمر فيها يعني حيجي يوم تعرف إنه كل هاي المواقف هي اللي صنعتك أصلا, اللي حسيت إنه يوم الأيام هذا المواقف ما حتمر, تلقى إنه هاي المواقف أصلا اللي كنت تتوقع أنها ما تمر هي اللي صنعت منك شخص قوي. شو وصيك الأب قبل ما يتوفى؟ وصاني في أمي. شو قال لك وقتها؟ إنه طلب مني إنه إنها تسامحه, طلب مني هذا الشيء, بس يمكن أنا اللي تكلمت معه أكثر من ما هو تكلم معي. شو قلتي له؟ قلت له سامحني إذا قصرت. على شو بتندم اليوم؟ يمكن شوي كنت غبية مشغولة في شغلي. شو بتقولي؟ يا ريت شو؟ يا ريت كلهم موجودين, يعني يا ريت كلهم موجودين. هبة صورة معبرة جدا. أرجوك خلاص أرجوك, حلقة كلها فيك. صح. مسكت الإيد, يعني عم بقلك هون ما تخافي أنا حدك. المفروض لما البنت تفقد بيها الحماية اللي بيعطيها إياها الوالد من وين بتحاول تجيبها؟ لا, هذه في أشياء تكوينية وصفات ما تلقاها في شخص آخر. والد يعني والد, أخ يعني أخ, ما حد يعوض مكان أحد. طيب لما خسرتي السند الأول, السند الثاني, السند الثالث, منك بحاجة إلى سند؟ كنتي بحاجة إلى سند بحياتك, إلى رجل بحياتك, مش مشان يكملك أبدا, مشان يكون شريك بحياتك, خاصة المرأة بحاجة إلى الرجل مثل ما الرجل بحاجة إلى المرأة. صح. إلا ما أنكر بلشت فتشي على هذا السند. بيكون خيار المرأة لما تخسر رجال حياتها يكون خيارها, كيف تعرف وتعمل خيار صائب انه فعلا هذا الرجل اللي بدها تختاره اللي بده يكون سندها وشريكها بالحياة هو فعلا رجل قادر يأمن لها الأمان يلي هي تبحث عنه؟ سؤال صعب. لا, بجاوبك عليه كذا بكل شفافية. جاوبيني عليه بلحظة 2020, ما تجاوبيني عليه بلحظة 2023. جاوبيني عن هبة لما اليوم عم تبحث عن شريك حياتها وبدها تلاقي شريك حياتها بعد ما خسرت السند الأول والسند الثاني والسند الثالث بحياتها, وهذا الأمان بي ما حدا بيعود عن البي أبدا, أنا ما عم بقول لك لا, ولكن البحث عن هذا الأمان مع رجل يشارك حياتها. الحمد لله بحثت ووجدت. بيكون الخيار أصعب, يعني بيكون هي عم تختار, بيكون الخيار أصعب لما تكون فقدت رجال بحياتها؟ شوف, هو بالنهاية المرأة ما تختار في عقلها, هو صح احنا نختار, بس احنا نختار في قلبنا, انتم اللي تختارون في عقلكم اكثر. هذا هجوم.
صراحة هيدا هجوم النبرة. شوف النبرة بيكتشفت حدا النبرة بتكون تركز على النبرة وين فايتين على أي فتنة بالأشواك فتنة بالأشواك فلا يعني المرة تختار في قلبها. فعشان كذا يمكن مرة أحيانا تصيب معها أحيانا تخيب. من بعد الحزن 2 سبتمبر 2020 الفرح يدخل قلب وحياة هبة حسن، واختارت عايض يوسف. كان قصة حب قديش إلها؟ قديش كان عمرها قصة الحب اللي تكللت بالزواج ب 2 سبتمبر 2020؟ هي ما كانت قصة حب، هي أعمق. أوف أوف ليه مش بلشنا أعمق من قصة حب؟ هي كانت صداقة، صداقة يعني عميقة لمدة 4 سنوات، بداية نجومية عايض. كان لسه ما عنده أعتقد إلا أغنية واحدة فقط أو أغنيتين يبدو لي لما عرفنا بعض كأصدقاء. فبعدين كنا أصحاب لفترة طويلة، فبعد الصداقة ب5 سنوات صار في حب. كيف تحولت صداقة إلى حب؟ وكيف لمست هبة المرأة أنه هيدا رجل، رجل مش صديق فقط، هو رجل بدها تتجوزه؟ هذا هو الموضوع اللي أنا وياه دائما كنا نحكي فيه، أنه كيف كنا مرة أصحاب وكان ما في أي مشاعر. يعني تخيل أنه أنا صديقة لدرجة أعرف كل أسرار عايض، وهو صديق لدرجة يعرف كل أسرار هبة، وما في أي مشاعر. يعني كنت أعرف مثلا أي شيء عنه، كان يعرف أي شيء عني، لأنه لا كنت يعني ما كان يخاف من زعلي ولا أخاف من زعلي، يعني أصحاب، بس أصحاب مرة. بعدها كيف تحولت؟ شو بلشت تلمسي؟ أو كيف بلشت هالمشاعر تنقلب مشاعر حب؟ هو كنا مرة نتكلم مع بعض، كنت أنا في دبي وهو في الرياض، فجاء قال لي هبة بقول لك شيء. قلت له إيش؟ قال لي تتزوجيني؟ فجيت قلت له يعني باب الصداقة العميقة، قلت له أنا أتزوجك أنت؟ يعني كثر أنه أحلم وأصحاب أنه مجنون أنت، مستحيل أنا وأنت. فقال إلا أنا أتكلم جد. هون هو اللي خلاني أركز معه، أعطاني شوف المشاعر، هي مشاعر شو تحديد أثري. هو يعني يحبني وقاعد يدرسني، فلما الواحد يدرسك وأنت صديقة أعمق من أنه على طول يجي يقول لك أنا بخطبك أو أتزوجك، وأنت صديقة يعرف عني كل شيء، لأنه ما في أي مشاعر، فأنت ما حتخبي شيء، وحيشوفك بأسوأ حالاتك، ما حتتهتمي وتتدلع وتتكشخ وأنت شايفته لأنه صاحبك. فكان هو ذكي، درسني وأنا صديقة صح، وعرف إيش يأخذ ومين يخلي في بيته. مين أول واحد قال للتاني بحبك؟ هو لما قال لك إياها أول مرة، كنت تأكدت من مشاعرك؟ كنت أدري أنه يحبني ومتوقع أنه بيقولها. أنت تأكدت من مشاعرك تجاهه؟ يعني بعد قديش رديتي له بحبك؟ يمكن بعد 3 شهور. أوف. شو اللي تغير فيك وانقلبت هالمشاعر إلى حب وبحتي له بحبك؟ شو بيتغير بالمرأة؟ يشبهني، عايض يشبهني في أشياء كثير. يعني اللي يعرف عايض وملتقي في عايض ومعاشر عايض، أو يعرفني ومعاشرني وملتقي فيني، أو أصحابنا المشتركين يعرفون أنه إحنا فينا كثير أشياء تشبه بعض، في الشخصية، في الأشياء اللي نحبها، في الأشياء اللي نكرهها، كذا من ربي يعني، فهمتني؟ عم بحاول. صح، صعبة أنا، معقول؟ لا بالعكس. لا حرام بالعكس عليك. بحييك. وكيف فعلا المشاعر الصداقة ممكن تنقلب إلى حب، ويمكن العلاقة الصحيحة بتبلش بصداقة، إنه بيعرفوا بعض كتير منيح. واو، شو حلوة.
واو شيء ما راح أندم عليه بحياتي. إنه إني كنت صديقة أصبحت حبيبة وأصبحت زوجة. يس يس. فآخر شيء أنا بالنسبة لي موضوع الزواج مع عايض. أنا علاقتي مع عايض صديقي وحبيبي. أنا كنت صديقته وحبيبته، عشان كذا ما حد يعرف شيء عن بيتي ولا شيء أبدا. لحظة الزواج الله الله ايه اشرب قهوه. لا بتخبريني مش ما حدا ممكن ما حدا ممكن يتوقع شو رح تقولي بعد شوي. صح رهيبه صح. شو ها غرقي. نرجعي لقصة الزواج. لحظة الزواج من أجمل لحظات حياتي ومن أطهر العلاقات اللي شفتها ودخلتها في حياتي. لا راح أنساها ولا راح أتندم عليها. مين حب التاني أكتر؟ والله ما أعرف، خاف أقول أنا وأظلمه، وخاف أقول هو وتعرف حقيقة مشارك تجاهه. خبرينا شوي أكثر عن عايد، خبرينا عارفينا أكثر شوي عن عايد. شو عنده محط كلام؟ ليش أنت قاعد تسألني الحين؟ خلينا نتعرف عليه أكثر من خلال تقدر تستضيفه؟ أكيد بستضيفه أكيد. بس خليني أشوف بعيون زوجته بعيون زوجته كيف كانت تشوفه أول ما تزوجه. أوكي. من أطيب الناس عايض، من أطيب الناس. لما يعصب كيف بيعبر؟ عايض مرة عصبي. مرة عصبي. تعرفي هيدا الشيء أنت جدا. طيب تعرفي كيف بيتصرف؟ لا بعد الزواج صار عصبي مرة. أنت اللي عصبتي بالزواج أو ظروف الزواج بتخلي تعصب؟ يمكن أنا أحيانا أنا أرفز شوي. نشرب قهوة. شرب قهوة. كان يقصدك إليك بأغني بلا أدنى شك؟ لا أبدا. لا 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 ترى أبدا. لا عشان العشرة وضحكت لي. أبدا مش أنت. لا أبدا. هذه كانت علاقتنا من أجمل العلاقات وكان يسمعني إياها صدقا. بس ما كان يغني لك شيء؟ لا يغني. طيب أول سنة زواج كيف كانت؟ عسل؟ عسل عسل. أول سنة كانت عسل؟ ايه. على عشرة قد ايه بتحطي لأول سنة؟ مليون. وثاني سنة عسل وثالث سنة عسل يا مالك. أول سنة عسل قلت لي مليون على عشرة. طيب سنة تاني زواج؟ والله عسل كمان. عسل والله عسل. ولا مش كتير مش كتير عرائس يعني بعيشوا أول سنتين عسل يعني. أنت والله والله عسل. والله إلينا اليوم عسل. ما سمعت. إلينا اليوم عسل والله. أنت تحس لي كذا باين عليه سنة صادقة ولا؟ بلا بالعكس. خلاص بالعكس خذها مني إلى اليوم عسل. سنة تالتة عسل مع ورد. أوف. بس بالسنة التالتة كرهتي نفسه. أوف أفها. أغنية أفا. بأوائل شهر عشرة ميلادي بيقول كرهتي نفسه. لا لا أبدا ما خصك فيها أنت أعتقد. ما تعتقدي أو تجزمين ما خصك فيها. أجزم أنه ما خصني فيها. ما خصك فيها ما كرهتي نفسه. عشنا أجمل أيام مع بعض. هيدا اللي عم بقوله. كوب الحلو صدقني كوب الحلو متجانس مهضوم بيحبوا بعض. العالم كله عم تحكي عنكم. فجأة من ست أشهر كلام
إشاعات، سكوت من قبلك، سكوت من قبله، إشارة واحدة، أغنية، ناس فهمتها ربطتها، في ناس ما ربطتها، ولكن سكوت منك سكوت منه. من بعد ما العالم عرفت قصة حب عرم رمية، كوب المخدوم، كوب اللذيذ، كوب الشاب، من 6 أشهر ما في كلام، صمت. ولأول مرة من 6 أشهر، ولأول مرة من 6 أشهر، هبة حسين بتقرر تحكي. أنا ما قررت. مالك 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 يا مالك. مالك يا هبة، راضية بكل شيء. أنا راضية، يعني راضية بكل شيء ربي كتبه، وراضية عن قراري. أنت وعايد يوسف اليوم متزوجين أو مطلقين؟ مطلقة أو متزوجة؟ مو فاصيلة. قلت لك أنا راضية. بوجع؟ أكيد صديقي، هذا أنا ما فقدت زوج، بس ما حد ممكن فاهم عمق الموضوع. أنا ما فقدت زوج، الزوج صدقني بتعوض ممكن بزوج آخر إذا خليت قلبت، والزوجة تتعوض بزوج آخر. أنا فقدت صديق وفي وحبيب وكل شيء، وشخص توأمي في صفات وفي أطباع، وحتى ضحكتنا تتشابه يا شيخ. فأشياء كثيرة، مواقف. يعني أنتوا طلقتوا؟ اي. ليش قلتي لي منفصلة ما قلت مطلقة؟ لها أسبابها. شو هي الأسباب؟ أحتفظ فيها لنفسي. ما في مشكلة، بالعكس، بس فهمين الفرق باللغة العربية. شو الفرق باللغة العربية؟ شيل الشق الخاص. شو الفرق بين مطلقة ومنفصلة؟ ممكن ما لها فرق، بس أنت قصدت تعمل الفرق. هي في فرق يعني، اللي يفهمها. أنا ما فهمتها. مستحي أقول لك، مو لازم. لا قوليها بالعكس. قهوة. قهوة. قهوة قهوة. لا بدي، مو لازم. لا لا لا، أنا بدي أنا. طيب، قد تكون مطلقة يعني خلاص صارت رسمية وصار في أوراق. قد تكون هيك، ممكن تكون أو منفصلة، كأنه يقال إنه نحن بعد ما صارت رسميا ولكن نحن اليوم منا سوا، يعني وقع طلاق رسمي، أو أنت اليوم منفصلة بس أنت وياه. هو عشان أريحك وأريح الجميع من هذا الموضوع. هو زي ما أنت تفضلت إنه فعلا 6 شهور ما حد حكى في الموضوع، لا أنا ولا عايض. وأنا من الأشخاص اللي عدت واعتدت إني أحفظ سر هذا المكان، كينونة هذا البيت، لدرجة أنه حتى هذا الخبر ما أبغى أني أقوله لأحد. فممكن 6 شهور كافية للتعافي، وست شهور كافية أنه الواحد يقول الجمهور، والجمهور هذا الفنان، لأنه إحنا جمهورنا صدق حب جمهوري وجمهورة حبنا مع بعض، فحلو أنه إحنا نوصل لهم رسالة أنه مو ضروري تحكي، مو ضروري تحكي. أنا صدق ملككم، وأنا فني ملككم، بس أنا بيتي اللي في 4 حيطان مو ملككم. وهذا شخص أمني على سر هذا البيت، أعطاني أمانة عظيمة.
هل تعلم أنه في بعض البرامج قالوا لي حط الرقم بس تعالي تكلمي عن الموضوع؟ تخيل. أنا بشكرك هبة، وأنا أيضا وأنا بحترم الخصوصية، بحترم الخصوصية وبحترم أنت بشو بدك تحكي، ولكن أنا عم جرب أفهم منك الفرق بين امرأة منفصلة وامرأة مطلقة، شو الفرق؟ ممكن تكون الأوراق الرسمية، وممكن تكون بعض الأمور المشتركة فيما بينهم ما خلصت. حب، غرام، سنة تالتة، مليون على مليون على مية، مليون على عشرة، حطيتي لي علامة عسل وورد، يعني حب تصاعدي. طيب السؤال البديهي، وأحترم ما بدك تفوتي بخصوصيات معينة، ولكن أي أسباب بتوصل، إذا وخاصة لما كنت عم تحكي قبل شوي عن لحظات التعارف، لحظات الحب، لحظات اللي جمعتكم سوا، عيوني كانوا يلمعوا، عيوني كانوا عم يلمعوا، ومش ممكن كان واحد يسمع بعد خمس دقايق أنه عم تعلني انفصالك أو طلاقك من هذا الرجل اللي عم تحكي عنه. اسمحي لي قلك بهذا الشغف اليوم، إذا ما بدك رجل هذا الصديق، إذا برايحك أكثر هالتعبير، ولكن عن هذا عن عايد من دون لا حبيب ولا صديق ولا زوج، عن عايد بهذا الشغف. لأنه أنا أحب عايد، عايد شخص مرة محترم معي، لطيف، أحب أهله جدا، يملك عائلة رائعة، عائلة محترمة، أخته صديقتي، والدته جدا. يعني شو يعني تحبيه؟ ما عم بفهم شو يعني بحبه لعايد. حبه صديقي، صديقي اللي مستحيل أكره، صديقي اللي لو دق علي قال لي أبيك في شيء أسألبيه، وأنا دائما إذا مو خلف عايد أنا قدامه من زمان إلى الحين، أنا بعد 100 سنة. بس هيدا أسس الزواج الناجح. هذا سيبك من الزواج، أوكي، ما بتحب الكلمة أنت. عايد صديق سيبقى صديق، صديق، وهو نفس الشيء عامل في عيد ميلادي، أرسل لي كلام بخير وهفت ودنيا، وأنا نفس الشيء معاه. شو جاب لك هدية؟ أحتفظ بالهدية نفسي. طيب ممكن ليش هذا؟ ليه خاص هدية خاص؟ أنتوا مطلقين يعني هدية ليه؟ مش كتير يعني، الاثنين مطلقين، لا ما بتكون هدية كتير، 6 شهور يعني، بس يعني ما بتكون هدية كتير، ما بتكون يعني، بتكون هدية من باب ال ممكن كانت الهدية بس مسجة هذا يعني. لا قلتي لي مسج وقفت. قلتي لي مسج وقفت، ما أبغى أقول. أحترم أحترم أحترم، بس بدي ارجع على السؤال، قلتي لي بحبه لعايد، شو يعني بتحبيه؟ كيف اليوم اسس الزواج الناجح وهذا الحب اللي انت عم تحكينا عنه، شو بيختلف حبك له اليوم عن حب اي امراه لرجل شريك حياتها؟ حبي له لما كان شريك حياتي كنت اغار عليه، كنت ما كذا ما كذا ما كذا زي يعني زوج، الان لا، اخاف عليه، يعني أخشى عليه من أي شيء. طيب امرأة عم بتقلي أنا ما بغار عليه بقى، لكن أخشى عليه من أي شيء. من امرأة تانية؟ لا، من الدنيا. تخشى عليه من امرأة تانية؟ لا، ما فكرت في هذا الموضوع. حب هالقد قوي اللي عم تحكيني فيه يلي ممكن يوصل إلى طلاق أو إلى انفصال، عنف، شيء ثاني ولا خلصت؟ عنف أو خيانة؟ تعرف إيش ميزة المجتمع اللي إحنا فيه؟ إنه تسمع قصص أول مرة تسمعها عن حالك. أنا ما عم بحكي عن حالك، أنا عم بحكي بشكل عام، لما بيكون في قصص، يكون في ناس بيحبوا بعض ويمكن يكون طبع عنيف، ممكن بوصل إلى طلاق، أو بيكون رجل بساعة تخلي إذا بحبها لزوجته، بساعة تخلي صار في خيانة، هون ممكن يقع الطلاق. أنا مش عم جرب خبر قصص عنك، أنا عم جرب أوصف لك اجتماعيا
ايش الاسباب اللي قصدك اللي عاده عاده انه اذا هلقت بتحبوا بعض، يا اما فرد مره صار عنده ميول عنفيه الرجل ما بقى قادر يتحمل المراه، او بكون رجل من دون شنب وخينة بلحظة تخلي يمكن. ليش بدون شنب؟ لأنه أنت ركزت يعني اللي يخون لازم ما يكون عنده شنب. لا هل الشنب والخيانة والرجوع؟ شوف الرجال بشكل عام بشنب بدون شنب حيخون. رح قلك شغلي لأنه ليه قلتي قبل شوي رجل بشنبه. آه عم برجع أستخدم تعابير اللي أنت استخدمتيها. وبعتقد الرجولة ليست بالخيانة أبدا. طيب أريحك؟ أنا عم بتناقش معك أسباب اجتماعية للإمرأة المطلقة إذا بتحبي تحكي عن قصتك. إيه لأنه هذه الكومنتات كتبت كثير. إنه ممكن إنه يكون كذا. لا غير صحيح. الخيانة منه صحيحة. غير صحيح. العنف منه صحيح. غير صحيح. عايض ما يغلط. أحترم وما فيني غير حي فعلا هذه الروح عندك هبة، ولكن قلتي قبل شوي المرأة القوية هي لما تتخلى عن شيء هي بدي. ليش تخليت عنه؟ عشان يحبها. عشان بحبها. هيدا لغز ما عم بفهمه صراحة. أغرب ضيف ممكن تستضيفه في حياتك. خليك بتذكر هذه الكلمة أرجوك. لكن أنت تخليت عنه مش هو طلقك. أنت طلبت الطلاق. أنا طلبت الانفصال. ليش عم بتميزي بين طلاق وانفصال؟ أنا طلبت الطلاق عشان ترتاح. أنا طلبت الطلاق. اليوم إذا بتشوفي عايد مع امرأة تانية عادي؟ ما أعرف، خلينا نشوف وقتها. أنا صادقة معك جدا. أنا قاعدة أقول كذا بس خلينا نشوف وقتها. لكن مش ممكن امرأة بتحب بيوم وليلة بتنسى وبتكره. عشان كذا قلت لك أنا صادقة معك خلينا نشوف وقتها. كرهتي؟ أعوذ بالله. لكن أعوذ بالله. لكن ما تصدقش كثر أنا أحترم عايض وبيننا علاقة. واضح ما تصدق. لا واضح تصدق. فعلا الأخلاقيات أيضا بالطرح. أنا بحييكي يعني فعلا هبة اليوم أنت بكلامك مثال لكتير ناس شو ممكن من ثنائيات عم بيمرقوا بمشاكل. فعلا انا ما فيني غير حييك على هذا الطريقه بالطرح من التعاطي من الانسانيه. فعلا تحيين عليها. انت نوع الانفصال؟ لا يا مالك عاد تبغى في التاريخ. لا يعني باي تقريبا مو بعيد يعني من 6 شهور مو اكثر من 3 شهور. مو أكثر من 3 شهور. نشرب قهوة. والمشاكل أيمتى بلشت؟ المشاكل موجودة من أول شهر. طيب عادي. طيب شو اللي مش عادي؟ إذا المشاكل عادي ما كنتوا عم تقدروا تخطوا مشاكل؟ في أسباب جوهرية في الحياة أعظم من ما يقال. وأنا متزوجة فنان وأعرف جمهوره وأعلم جيدا إيش يعني المعجبات وأعلم جيدا إيش جمهوره عايض. أنا كنت امرأة ذكية في بيتي، وإن واجهت الصعوبات وإن جات ناس تحاول تخرب بيتي وإن ممكن تكون حدثت، لكن أنا حافظت. قلت لك أحيانا العطاء بالمنع. أنت قلت له I love you آخر مرة؟ عادي فيني هلأ قل له معك في المقابلة. قلي له I love you. عادي صديقي الوفي يعني ممكن يعني. بس هو كان زوجك. وإن رجل حياتك. وإن ما اتفقنا كأزواج نستمر أصحاب. هو بده هذه الصداقة. هو بده هذه الصداقة. أعتقد عايض عنده مشكلة إنه ما يأمن في أي أحد. يعني ممكن يقعد معاك ويضحك معاك ويسافر معاك ويصالف معاك بس لا تعتقد أنه مأمن فيك. بس بده صداقة معك؟ رجل بحب امرأة
ايوه بيقبل يشوفها صديقه واي نوت. مين قال لك؟ اسالي وين تليفوني؟ ما عندي تليفون. خلينا نجيب جوال. لا يا جيبوا جوال تحكي عنه. لا مستحيل. صديق ليش؟ لا اكيد موافق. قاعد اقول لك في عيد ميلادي كان من شهرين عم بتقولي صديق وبتحكي معه دائما وبتقولي له اي لاف يو هلا على الهوا. أيوة. طيب قولي له اي لاف يو وين جواله؟ لا لا لكن قلت لك موضوع الزواج ما له دخل بموضوع انه هو صديقي اللي انا علاقتي فيه اعمق. تبغى تفهم حاجه؟ انا اقدر علاقه زواجي وصداقتي من عايض يمكن اهم من 3 سنين الزواج هذه كلها. هو حبيبك اليوم؟ حبيب الامس. من منه حبيبك اليوم؟ منه حبيب؟ لا هو حبيب بس صديق. اذا بدك تبعتي له رساله هلا؟ لا بعت له رسالة بيني وبينه. ليش؟ ما ليش هو منه هو في امرأة تانية بحياته اليوم؟ الله يكتب له كل الخير والله يصدفه في إنسانة دائما تخاف الله فيه. يعني في امرأة بحياته اليوم أو لا؟ والله ما معي خبر. ما معي خبر. إذا هو صديقك مفروض يخبرك. لكن مش معقول ما يكون معك. لأنه أجل ما عنده أحد في حياته. يعني ما عنده حدا. يعني ممكن تصرفي معه بحرية وتقولي له I love you وتحكي عادي. وإذا كان عنده أحد أنا صديقته. بس ما فيك تقولي له I love you. إذا هو منعني it's okay. زي أنا ممكن على سبيل المثال يا سيدي الآن تزوجت شخص. هل تعتقد أنه هذا الشخص ممكن يرضى أني أنا أرجع أسلم على عايض وأقول له إذا منعني زوجي هقول له لا وما حتواصل معي؟ هو نفس الشيء ممكن يتزوج امرأة تمنعه من التواصل والسلام معي وهذا حق مشروع لها لأني لو مكانها أنا كمان أمنع. طيب فهمتني؟ ما يصح بالنهاية. قلتي لي المشاكل بلشت من أيمتى؟ في كالكوليتر تقريبا. لا لا انه وي انه عم تمزح. لا رح أقولك ليش عم بمزح. رح أقولك ليش عم بمزح. شو عندك شو عندك شو عندك؟ أنا من الجوا. أنا رح أحكي هلا رح أحكي. أعطيني رقمه هلا بحكي بعد شوي. روقي. أوكي. سؤال من أيمتى بلشوا المشاكل؟ يعني المشاكل اللي خليتك تقولي إنه هذه علاقة زواج مش ممكن تستمر. ما قلت ولا أنا ما قلت هي علاقة زواج مش ممكن تستمر. أنا أقول لك الفاينل أنا كنت في مجلس بيتي هذا آخر كلام صار بيني وبينه. قمت من مكاني رحت حبيت راسه قبلت جبينه قلت له أنت أعظم زوج في الدنيا وأنت أعظم إنسان مرة في حياتي وأنت صديق اللي أنا ما راح أتخلى عنك في حياتي لكن الفراق أفضل لنا بالتفصيل كذا أنا سويت وطلبت الانفصال بكل رقي. لذلك أنا أقول لك إحنا أحباب وآي لوف هم وانفصلنا بهدوء وبروقان والله يسعدك والله يستر عليك وإيش وإيش وإيش. وأنا قلت لك أنا عايض بالنسبة لي الصديق اللي أنا دائما أدعمه في كل شيء. طيب إذا هو رفض يطلقك؟ ممكن صار. ممكن صار. مش هيك عم تقولي منفصلة مش مطلقة. أمي إذا مسكت علي سالفة. يا الله أنا كنت أحبك كثير أنا الحين حبيتك أكثر في البرنامج. الله يسعدك يا رب. الله يسعدك. شكلك تبغى تشرب قهوة. اللي جاي أسخن. اللي جاي أسخن. مرة 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 أو حي أو عسل. عسل بدك عسل؟ مرة ما عسل ورد. إذا رفض يطلقك شو بتصير؟ امرأة معلقة؟ شو بتعملي؟ لا عايض متربي على أخلاقيات وأسس. بس لما إذا الرجل بحب بيقول لك أنا بحب باسم الحب أنا ما بيطلقك. طبعا ايه. أكيد ما في رجال. بس الرجال بس دقيقة شوي. إذا الرجال بيطلقك ايه. طيب والرجال ممكن يطلق إذا هو رجل المرأة بتقول له أنا ما بحبك خلص. مش ممكن رجل مرأة تقول له أنا ما بحبك يستمر معها. بس رجل ليش بيطلق امرأة بتقول له I love you أنا بحبك وأنت صديق العمر حبيب اليوم حتى وقف التنفيذ
سؤال ليش بده يطلق حبيب الأمس حتى وقفت؟ لا حبيب الأمس أكيد، حبيب اليوم حتى وقف التنفيذ، بس ليش بده يطلق؟ والله أنه يعني ليش بده يطلق؟ ليش بده يطلق؟ إذا عم تحكي فعلا هالكلام تعرف إيش أجمل شيء في الدنيا؟ إيش؟ إنك ترحم شخص بدك الخلاص. لا ترحم شخص ما بدك الخلاص. أنت ليش اللي تبغى تطلع إنه بدك يرحمك؟ مالك قلت لك قمت حبيت راسه وقلت له إنه إحنا لازم ننفصل. طيب إذا ما طلقك، ما عم بسألك إذا ما طلقك شو بتعملي؟ ما إذا ما طلقك قلت لك أنا راضية في بداية الكلام عن هذا الموضوع، قلت لك أنا راضية بكل شيء، تذكر كلامي؟ أنا راضية بكل شيء جمال الله. أوكي سؤال تاني شيء. طيب سؤال تاني أي من مايلة تانية سؤال تاني يلا. معقول عم تحكي بهذه الطريقة وفعلا عم امرأة بدها حريتها ويمكن ما يعطيها الحرية فاليوم عم تجيب الهدى؟ لا يا أستاذي الكريم أنا ما عم بلك، عم بطرح سؤال اليوم لا في كتير لا أبدا لا لا لا, لا. عايز يعني الثقة اللي بيننا مو ثقة عادية. طلقك أو بعد؟ منفصلة قلتي لي واضحة واضحة واضحة، أنا عم بسأل السؤال بس واضحة. طيب ما طلقك يا ربي بعد. منك يا ربي منك ما طلقك بعد الله. ما طلقك يعني ما طلقك خلاص المنفصل هو اللي هو اللي بعدك زوجته بعدك زوجته المنفصل هو خلاص مطلق بعدك زوجته؟ لا رسميا بعدك زوجته؟ لا مالي زوجته. يقال لما المرأة تقول لرجل أنا ما بدي إياك خلاص تعتبر حالها هي طلقت. عم بحكي أنا لا المرأة مرأة والرجال رجال إيش بأخذ دوره يعني عيب. طيب أنا عندي سؤال تاني، عندي سؤال عم تحكي أنت طيب. تفضل. من 4-5 شهور على رمضان بشهر شعبان رمضان كان ابريل تقريبا أوكي. يعني كم شهر اوكي أبريل. صحيح كنا مسافرين ابريل مش بس كنا مسافرين لما منشوف هيدا الشيء نحن ايش هذا الشيء الله يستر ما فضيت صدقني ما فضيت ما لقيت مشغول فيكي ما فضيت مشغول فيكي ما فضيت طيب هذه صورناها مع بعض كنت أصور برنامج في رمضان صح وكان هو معي في كاش على الطريق يا سلام عليك صح على على يا غالي على اس بي اي واس بي سي صح كان برنامج مسابقات رمضاني وكان هو معي كان دائما يكون معك يعني بعض الحلقات ليش كان يروح معك هو نجم كبير وانت زوجته وعم تشتغلي بشغلك طيب ليش بدي ليش كان يكون معك كل الوقت يدعمني صحيح هيدا أقوى درجات الحب ليه أقول لك أنا وعايض علاقتنا مهما حكيت ما حدا حيفهم عمق العلاقة هذه ما يبغى لها كوب قهوة هذه يبغى لها نحطها في مغذي ونجلس أنا وانت خليني أحكي أديش رقمه خليني أحكي أرجوك يا سيدي ليش هو صديقك هو صديق هو صديقك أنا مش صديقك ما أبغى أحرج عايض ما أبغى أحرج تحكي أنت وياه؟ بحكي أنا وياه كل يوم؟ حكيته واتساب من كم يوم شو قلتي له؟ قلت له حكيني ضروري حكيك؟ حكاني شو كان الضروري؟ لا شو ليش بدي يحكيني ضروري؟ أنت طالب الطلاق ما بتتركيه بحاله ليش ما بتتركيه بحاله؟ هو ليه؟ يمكن بده وقت كرمال يرجع يوقف على اجري كرمال تطلع من حياته شو بده يحكيني ضروري انت ما تعرف ايش السبب اللي انا قلت ما بعرف ما في شيء يبرر شو احكيني ضروري ليه بدي ليش بدك تحط شروط يمكن كنت ابغى اقول له عن هذه المقابله ليش بدك يمكن كنت ابغى اقول له عن هذه المقابله ليش بدك تحط شروطك بالعلاقه لا حرام بعمري ما حتصدق مالك يمكن لو حاطه شروط في العلاقه طيب التفاصيل تتغير فرجيتك هلا ما فضيت صرتي عم عيونك عم بيلمعوا طبعا هيدا مش صداقة هيدا حب يا إله إلا الله لا إله إلا الله كيف أفهم العلاقة اللي بيننا كيف أحكي لكم من أول يوم شفنا يعني لا فهمين بس أنا ما عم بفهم العلاقة إذا هالقد بكون عبد العزيز تكفى عبد العزيز الله يخليك أنا مش عم بفهم علم عم أنه مو زواج بس شو لكان مع رجل كنت بتحبيه أنا هيدا السؤال
كلمة زواج يعني يعني كلمة زواج يعني بتحسي بتخنقك يعني ممكن تعيشي معه. شفت يوم قلت لي 20/20/29 مو قلت لك أجمل ذكريات حياتي وأجمل أيام حياتي لا لأنه لا لأنه هيبقى كلمة زواج أوقات قد تكون للمرأة هي بيخنقها الكلمة ممكن ما بدي كلمة زواج لأنه لا طيب تلفني له. لازم احنا نؤمن انه مو كل العلاقات تنتهي بسوء، مو كل العلاقات تنتهي انه لازم ال- 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 المرأة او الرجل يطلع صحيح. بالعربي بلهجتنا البيضة شرشح الثاني. ممتاز، انا ما عم بقلك ابدا العكس، انا قاعد اقول لك الحقيقة، انا مش عم بطلب منك ليش لازم اني اقول لك لا بيننا حرب وبين لا. ما بدي حرب، الحقيقة تقول اني قمت حبيت راسه وما حندم على حبة الراس لي، وانا اعشقه كصديق واحترم شغله واحب اختياراته في الغنى واتمنى من كل جمهوره يكمل دعم معايض الى النهاية، وما احب احد يغلط عليه، واتضايق من اي كومنت ما يعجبني ضده، واتضايق من اي احد يحكي عنه، والحين بلشت اتضايق منك. بالعكس بالعكس انا احيي فيك يعني، لا انا احيي فيك هذا الكلام بابا، انت انا بالعكس انا احيي فيك هذا الشيء، ولكن انا عم جرب واقولها من قلب، عارف ما في شيء قوة في العالم جبرتني مالك اني اقول لك اللي اقوله، هذا صدق اللي من القلب للقلب، لا فكرت في شيء ولا فكرت في مغزى ولا فكرت في معنى، صدقا قاعد اقول لك اللي بالخاطر. انا بالعكس انا حقت 1% لا املك، انه لا انا ابغى حريتي، لا سبب الانفصال خيانه، لا سبب كذب، هذا الكلام وغير صحيح، وانا بالنسبه لي عايض حتى لو غلط ما يغلط، احترمه. ما بفهم بيني وبينه، بيني وبينه مواقف. انا مع انا بالعكس انا مش عم انا بالعكس انا احيي انا طول عمري بقول ودائما بجرب وصل هالرسائل، لما يوقع طلاق اهم شيء يبقى بين الاثنين اقصى درجات الاحترام. تعرف علاقه حتتكمل 10 سنين أكيد. سيبك من 3 سنين الزواج، في امور اعمق ولكن أعمق. شو اللي بيخلي ما يكونوا سوا اثنين، بغض النظر يكونوا سوا، يكونوا حبيب وحبيبه، ناس بحبوا بعض هالقد، انا هيدا اللي عم جرب افهمه. انا ما بدي اعرف منك اكثر اسباب الطلاق واحترم، ما بدك تحكي انا احترم، ولكن انا عم جرب افهم اثنين بحبوا بعض هالقد، انت بتحبيها هالقد، ليش مش ممكن يكفوا سوا؟ أنا هيدا اللغز اللي عم جرب حله من خلالك، ولكن جرب افهمه أكتر، اثنين بحبوا بعض هالقد ليش ما بيكفوا يعني سوا؟ حرام عليك يا مالك، كل الناس اوريدي في لغز، الحين انت دخلتهم ترى في لغز ثاني الحين انه اثنين بحبوا بعض هالقد بسيطة. طيب بسيطة نتفق في كل شيء، بس كأزواج ممكن اننا ما ربي ما وفقنا مع بعض، ربي وفقنا أصحاب، ربي وفقنا احنا بعلاقة حب، بس ممكن لما نتسكر علينا باب في أمور عقلية، ممكن أمور مصيرية، ممكن أمور زي كذا ما اتفقنا فيها أو لم تنجح أو الله ما بغانا نكون أقصى درجة. أسألك أطرح فكرة هبة، وأنا عن جد بحترم ومش عم حاول أعرف أكتر، وأنا بحترم الخصوصية، ولكن من خلالك عم جرب أخذ الشق الاجتماعي من هالموضوع. قد يكون بعض الناس لما هالقد امرأة بتحب رجل، هالقد بتحب امرأة رجل، يمكن تتخلى عن شخص بتحبه، يمكن واحدة من الأسباب قد تكون من الناس اللي حوارتها كل هالسنوات بتكون مرة بتخلي رجل بتحبه هو كرمال تعطيه فرصة بالإنجاب إذا كان في عنده مشاكل بموضوع الإنجاب مثلا، واحدة من الأسباب. صح ممكن، بس لا. طيب لو عايد ضيف اليوم وقلت له احكي مالك، شو كان قال؟ أنا أشعر في عايضه هو بعيد، ولا ما عم بفهم حمام أشعر فيه هو بعيد. لو هلا قلت له احكي مالك شو بيكون قال؟ يا رب يكون مرتاح، هذا أهم شيء. مبسوط حسب خبرتي؟ لا. كاره نفسه؟ إن شاء الله لا، ما أتمنى. عايد عايد بعدك بتحبه؟ كانت تسألني أنا عايض بعد شو رأيك بيقول؟ ما أعرف، بس ممكن يقول إيه. عايض ممكن تطلقها؟
أو راح تطلقها؟ لا ممكن لا. أنت بتشتقي له؟ في 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 المرحلة الأولى من التعافي كان الموضوع قوي بالنسبة لي. تعافيتي؟ إجمالا موضوع التعافي هو stages, stages of grief. أوف. هي stages. ملا stages. هي هي إنكار، غضب، ذنب، خوف، حزن، إعادة ابتكار، وآخر شيء قبول. أنت وصلت لمرحلة القبول؟ قلت لك أنا راضية. وصلت للقبول؟ هو هو وصل؟ كيف قدرت تكسري العادة؟ العادة العادة 10 سنوات صديقك وثلاث سنوات زوج دخل بيومياتك، كيف قدرت تقبلي؟ كيف تقدر إلى الحين في تفاصيل عايش معي فيها، يعني أحيانا شيء معين أوه كنا نسويه مع بعض، أحيانا شيء معين يعني لازم كمان يعني إحنا ما بين حرب البسوس أنا وياه، يعني بالعكس شرايق ابتسم يعني لا إراديا. قول عايد أكتئ. قول عايد عايد عادي 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 ما بفي كله إلا والله عادي. طيب. والله يعني بحكي من قلبي وأنا جاي أحكي مالك. طيب. أكيد أحكي مالك هذا ومن قلبي والله من قلبي كله. بتسامحي دنيا وآخرة؟ هو بسامحك يا رب. يعني في شيء غلط بيناتكم؟ يعني بلأني قاعد أرد عليه، أنت قاعد تسألني عنه، فما فيني أقول لك إيه بيسامحني، قاعد أقول لك يا رب إن شاء الله أني ما أكون يعني أذيته في شيء أنه يستحق أنه ما يسامحني عليه. لا إن شاء الله. معقول ترجعوا سوا؟ معقول ترجعوا سوا؟ تخيل هاد بعد المقابلة نرجع، تخيل تصير ذي واو. مش مفهوم. لا لا مش مفهوم. لا تحكي احكي اكيد احكي كيف هلا عجاد مش عم بفهم انا، حدا عم بفهم؟ يس يس. تتمني له امراه تكون بجانبه؟ ضروري الله يوفقه. من قلبك؟ ها من قلبك؟ اي والله من كل قلبي. تتمني له امراه زوجه ثانيه من قلبي؟ انت ليش دققت على هذه؟ ليه ما دققت على التوفيق؟ طيب ليه دققت على الموضوع؟ لا بسألك انا امرأة تانية بحياتي وزوجة تانية بحياتي. ليش لا؟ ليش تتمنيها لا؟ أنا بالعكس اكيد تتمنيها من قلبك. اي طبعا اي شيء يسعده انا اول شخص يدعمه فيه، نقطع السطر. اذا هو سعادته معك حط الإبرة ترن. إذا سعدت معه الله يسعده. يعني لا الله يسعده. امرأة مطلقة اليوم، منفصلة مطلقة، يووي كلمة غريبة، تهمة غريبة، حلوة حلوة حلوة. إيش الحلوة؟ امرأة مطلقة الكلمة حلوة ما فرقت كثير. تهمة بعالمنا العربي؟ لا يا ساتر لا يا ساتر. شعار عشان تصير تهمة؟ لا يا ساتر. في كتير نساء اليوم بالعالم العربي، انت بتعرفي في كتير نساء هبة بيتعرضوا للخيانة، بيتعرضوا للعنف، بيتعرضوا لأقصى درجات العنف، ولكن المرأة بتقلك الطلاق عار، الطلاق تهمة، ضلني ببيتي ببيت زوجي، اتحمل كرمالي كرمال المجتمع، كرمال أهلي، كرمال الأولاد، ولكن لا للطلاق. والله أنا برأيي المرأة هنا شوي ممكن تكون جاهلة، والأيام ما توجع الناس الجاهلة، توجع الناس اللي كل يوم تتعلم. شو بتوصل رسالة لكل امرأة اليوم عم تتعذب بزواجها ولا تملك الجرأة الطلاق أو تطلب الطلاق؟ هدي أقول لك حاجة، المرأة ما تقدر تترك بسهولة إلا إذا كان عندها عنصر مرة مهم، الاكتفاء المادي. الاكتفاء المادي يعني
إذا معاها فلوس يقوى بأسها. لا تصدق مرة تحت ظلم رجل يضرب ويعنف ويهين ويذل ويعمل كل هذه الأشياء وقاعدة معاه بس والله عشان أطفالي. كفينا منها هذه ونهيناها مع أجدادنا وأسلافنا، انتهى الموضوع، بلاش نكذب على بعض. أنت جالسة معاه عشان أنت في حاجة المتيح. لو أنت مشتغلة ومكونة نفسك وما أنت ظل طول عمرك في البيت وهو اللي يصرف، لو أنك مؤسسة صح أنت قوية. ليش الرجال بتخاف من المرأة المتمكنة والمرأة المستقلة ماديا؟ لأنها تقدر تتخلى. وإذا بقيت معه يعني بتحبه بتضيق له ما بده شيء تاني؟ إذا بقيت معه يعني بحاجته، يعني تحت جناحه. لا إذا بقي هي متمكنة ماديا وبقيت مع جوزها يعني هيدا أقصى درجات الحب، يعني شو ما بده شيء منه غير يعني حب. والشي بي أكثر من كذا. يعني الرجل الشرقي ما لازم يخاف من المرأة المستقلة ماديا متمكنة، إنه المرأة اللي بتختاره هي مستقلة متمكنة هيدا أكثر شيء بتحبه. هذه وصلت للليفل العين الشبعانة في كل شيء. خلاص هذه قفلت المواضيع. لكل رجل بعنف امرأة شو بتقلي له؟ في نسب. وصلت. في نسب على هيك على اللونج. على اللونج ولا احنا كلوزات شباب؟ كلوزات يعني مدلي اياها على اللونج. طيب لكل رجل يخون امرأة. It's normal. صفى الموضوع هذا عادي. لا تيجي مرة تسوي لي مصدومة. صفى الموضوع عادي. أيوة. أيوة. بتبرر الرجل خيانته يعني أنت. عم بتبرري له إذا عم بتقولي عادي. أنا ما عم برر له، بس أنا عم أقول الحقيقة. إنه هذا هذه الحقيقة اللي اعتبروها مؤلمة. بس موجودة. ما فينا نغيرها. الرجال لا يكتفي بواحدة. نقطة على السطر. كل رجل هو خائن؟ إلا من رحم ربي. يجوز هو مو قصده يخون، هو مو قصده يخون، بس هو ما يكتفي في واحدة بس. المرأة بس هو ممكن يكون يحبها، ممكن يكون يحبها وعنده إياها بالدنيا كلها، بس ما يكتفي بواحدة. قصة مين عم بتخبريني؟ قصة 3/4 الرجال. أوكي. بس إن شاء الله أنك مو منهم. لكن قلت رسالة للمرأة المطلقة، رسالة لعائض يوسف. رسالة لعائض يوسف. شو أقول له؟ أعطيه ليها فويس. وين جواله؟ أعطيه جواله. لا 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 الله يخليه. ما أقول لا، اللي أبعت لي إياه فويس غير اللي أقوله له. إسرار. من دون رجل، من دون رجل المرأة قادرة تكون بطلة حياتها؟ نعم. كلاود كيتشن بطلة على شاهد دون رجل لأول مرة. يس. كيف بتقيمي نفسك بطلة من دون بطل؟ هو نجم ويضوي عتمته لوحده، وأنا نجمة وأضوي عتمتها لوحدي. كل واحد محقق نجاحات في مساره، والله يوفقه يا رب ويوفقني. يعني في أوقات عم بتم استبعاد هبة حسين. ليش؟ من بعض الأعمال عم بتم استبعادك. لأنه ما أبغى أقول لك يعني أفضل أقول لك لأني ما أمسح جوخ. لمين؟ هو أنا مو قصة، هي الموضوع اللي اشتغلوا معي يعرفون إنه هبة ما تمسح جوخ. بس المفروض يمسح جوخ لمين؟ على حسب العمل لمين يعني، وشو هو العمل. مين هن الشركات المعروفة يعني؟ مين هن معروفين؟ مو شرط تكون شركات في السعودية. أه. في الخليج كبير، عندك بحرين، عندك الكويت، عندك هنا، عندك بس المنصات كبير. المنصات الكبيرة معروفة اليوم غير المنصات الرقمية زي ما انت شايف الأمور، كثروا المنتجين وفي كثير منتجين جدد في المملكة الآن كثير. بس لأنك ما بتمسح جوخ؟ والله يا...
عم بتم استبعادك. ما بعرف عم جرب افهم ليش انت كيف عرفت انه قاعد يتم استبعادي؟ تلمسي حاب محضر لك محضر ملفك مزبوط ما تقتلي محضر ملفك مزبوط ها ليش؟ والله ما عندي خبر يعني ما عندي السبب الأساسي ما أعرفه وعساني ما أعرفه عساني كذا أتم جاهلت عشان أعيش بسعة. تلمسي الغبن يعني أحد. في غبن بحقك بتعتبري في غبن بحقك؟ أنا جاني يجيني كلام إيه؟ من أحد المنتجين لا مو شرط المنتجين أشخاص إن شاء الله لو على سبيل ممثلين إيه شو بيقولوا لك؟ أنه هبة كان اسمك ونشال إيه هبة فلان جاء قال شيلوا فلانة وحطوا فلان مين بيشيل اسمه؟ طب فلان المسؤولين عاد عن يعني؟ العمل اللي يكون مدير كاستنج يكون منتج يكون مخرج ليش؟ يكون شريك منتج الحين ليش ما بيشوفوا فيك نجمة صف أول؟ لا هي مو كذا القصة لكن ما بيشوفوا فيك مثلا أنه عندك الكفاءة أنك تكوني أنت تاخدي أطوار بطولة مطلقة؟ لا أنزل شوي في المستوى ليش؟ لا أنزل في المستوى لكن ما قليلي ليش؟ ما أنا عم بقلك ليش؟ ليش برأيك؟ ما يهمني أعرف ليش قلت لك عساني ما أعرف السبب لأنك محسوبة على بعض الفنانين بتم استبعادك يجوز على مين محسوبة ما أدري على مين محسوبة صدقا أنا أشوف نفس المفروض ماني محسوبة على أحد يعني لكن ليش بقولوا أنك محسوبة على بوركان على ناصر القصبي الله يا حلاة الإنسان هيك يقال والله إذا كنت محسوبة فهذا شرف وتاج فوق هالرأس وإذا كنت ماني محسوبة أنا ماني ببالشة بعد بركان فيني ترى في كثير ممثلين قاعدين يعني يقلطون لا يعني إحنا مو محسوبين عليه هو إذا بغانا في عمل وقرينا النص وعجبنا يا سلام نروح وإذا الرجال ما بغانا ليه إحنا يعني أنا أشتغل العصوف ما ناداني لأنه العصوف already season 1 season 2 season 3 يعني هل أنا لازم أزعل لأني أنا محسوبة على ناصر لأستاذ ناصر ما نداني ما ينفع كمان أنا بعد أروح أوهق العالم فيني يعني, أقول أنا يعني أنت عم بتقول اليوم بعد. اختيار ولا أبو ركان شو بتقول لأبو ركان الله أقول لك فضل كبير 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 على هبة ما راح تنسى ما حياتك أبدا ذو فضل علي الأستاذ ناصر القصبي انت عم بتقولي انت عم بتقولي انه عم بتم استبعادك وعم بشيلوا اسمك من بعض الاعمال لانك انت محسوبة على ناصر القصبي يا استاذي انا ما قلت انت اللي قاعد تقول انت طيب انت قلتي ممكن ايوه قلتي يعني ممكن اي ممكن يعني طيب. ممكن هم يجون يقولون انه دائما مثلا هي اكثر نقول أكثر مثلا الأعمال أو الأشياء اللي نزلت فيها مع الأستاذ ناصر القصبي ممكن ما تشتغل إلا مع الأستاذ بس ما في أحد محكور على أحد وما نبي نبلش الرجال فينا يعني مين من الممثلات السعوديات بيعجبك تمثيلها اليوم؟ أوه كثير مين؟ كثير يعني مين؟ كثير كثير أموت في إلهام علي ميلا الزهراني العنود السعود حبيبة روحي خيري أبو لبن ريم عبد الله يو كثير كثير أضوى فهد بعد عمري معي في كلاود كيتشن كل البنات في أوجه جديدة كثير معي في كلاود كيتشن كثير أوجه جديدة شيء مبهر صراحة اليوم كل فن يعقوب الفهرحان شو رأيك فيه كممثل أقول رأيي أنا هبة بكل صراحة ايه؟ أشوفه من أقوى الممثلين الآن في السعودية وأسم مهم مهند حمدي ونعم فيه وألف نعم مبروك الزواج باركنا بالزواج لا تزوجه تنصحي كان يتزوج طبعا يعني بتنصحي انت بعد يعني بعدك انت مؤمنة بمؤسسة الزواج او طبعاً. او بعد الفشل بالزواج ما بتنصح حدا يتزوج تجيها التوكسيك عاد والعقد النفسية والأجواء لا. لا بالعكس ليش اليوم بالعكس بعدك مؤمنة بهذه المؤسسة اللي فشلتي فيها انا ما فشلت أنا فشل. طلعت من العلاقة بأنجح ما يكون وعايضة أيضا إيه بس هي العلاقة فشلت لا ما فشلت ما فشلت لا حلوا اللغز أنا ما عم بقدر أحله هذه الحلقة أنا أقول حطوا بين قوسين حلوا اللغز طيب يعقوب الفرحان أو مهند حمدي مين بتفضلي تمثيله
يعقوب الفرحان. طيب ومهند ميهون، مهند سوى أدوار صعبة ورومانسية ممكن تكون على ممثل ثاني أسخف مما يكون، لا يجدها إلا مهند. مهند كمان عنده ميزة في أدوار معينة ما في ممثل يبدو لي ثاني يقدر يسويها، فهمتني؟ اللي هي الأدوار دائما العاطفية اللي فيها حب، مو أي أحد ترى يقدر يتقنها. طيب كل هالممثلين كلهم محسوبين على حدا على جهة معينة برأيك أنت؟ يعني كل ممثل لازم يكون محسوب على حدا معين كرمال يكون موجود؟ لا لا لا، ترى كل واحد طلع بذراعه، يعني ما في معاهد، ما في مدارس، ما في مؤسسات، ما في تدريب، كل ممثل هنا طلع بس لأنه عنده شغف، ترى هذا الشيء اللي حركه وعنده موهبة. ليش اليوم عم نشوف الدراما السعودية هي دراما عم تقدر توصل لمنصات عالمية وعم تقدم فعلا محتوى بإنتاج عالمي؟ شو هي البيئة الحاضنة اللي خلت اليوم الدراما السعودية توصل إلى أعلى المراتب؟ بيئة خصبة الحين، البيئة خصبة مرة، خصبة ماديا، خصبة بالموظفين، خصبة بالثقافات، كثير ناس طلعوهم من هنا راحوا يدرسون برا، إدارة أعمال فنانين، أمور كثيرة في المنتجة في الموني، يعني عارف كيف؟ يعني قاعد ينشغل على الشباب بشكل تكتيكي. كيف استفدت أنت من هذه البيئة الحاضنة؟ أكيد لما أنا أشتغل عمل يكون move on ناجح سهل، يعني أعرف أن الأرض خصبة، في تطور، في نجاحات قاعدة تتحقق، في أفلام سعودية قاعدة تجيب أرقام ومبيعات حلوة حلوة، واستل السينما في بدايتها. طيب بوتركي عبد الله السطحان بيقول عن كواليس إذا بنته، سألته سؤال لعبد الله السطحان، قلت له إذا بنتك بتدخل عالم التمثيل، قال أنا أرفض لأنه الكواليس مش كويسة. وسأل يوسف الجراح أبو طلال ليش اعتزل الفن، بتوافق انه الكواليس ليست جيدة ومو كويسة؟ والله اللي ابتلش ودخل بالفن تكون قد حالها، تكونين بنت عن ألف رجال، يعني بأي مجال فني، يعني انت بتقولي في كواليس لو سمحتم لا تقولون بس التمثيل، بأي مجال، لو فني. في الطب، لو دكتورة مو قد حالها بين ألف طالب في الجامعة نفس القصة، نفس كواليس التمثيل، نفس كواليس اللي بيغنوا، نفس كواليس اللي بيلعبوا كرة قدم، نفس كواليس، نفس كواليس، ترى هي واحدة. بس حكيني على موضوع الكواليس عالم الفن، بتوافقي عبد الله السطحان انه الكواليس؟ انا اوافق يا صراحة، دام بنته ما دخلت للفن مش مضطر انه يدخلها الفن، تقدر تشتغل اي شغلانة ثانية. اي مضايقات تعرضتي لها انت؟ هذه وانا قد نفسي. واضح شهادات تسبيع والله تصدق. تعرضت لمضايقات؟ تعرضت لمضايقات؟ والله تعرضت. بس شو انواع المضايقات؟ شو يعني شو المضايقات؟ يعني سكال الدم، يعني ما فهمت وش. يا الله. يعني عارف يعني حاولوا يسحبوك لا 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 لطريق ما يشبهك، ممكن تحرش؟ لا عادي، خسي ويعقب. لكن لا، ما بعد جابت أمه. لكن لا لا، لكن أي أنواع ممكن، أي أنواع مضايقات؟ لكن ممكن بعروض بطريقة غير مباشرة، فهمني؟ بتلميحات على أمور بطريقة غير مباشرة وأشياء يعني زي كذا، وهذه عشان كذا قلت لك تصير بكل كواليس أي مهنة. طيب لما تعرضت للمضايقات اشتكيتي؟ تكلمتي؟ رفعت الصوت؟ اشتكي لمين؟ للمنتجين. وبعدين رفعت الصوت؟ وبعدين شركة المنتج، وبعدين كان قدمت تنازلات؟ انه ما حكيتي يعني قدمت تنازلات؟ لا يا شيخ، لكن اقوم لك الحين واكب القهوة. لا 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 لا، انا قصدي يعني المرأة لما ما بتحكي. عبد العزيز شو مالك؟ لا عم بقول لك لما المرأة
أمريكا المرأة لما ما بتحكي بتكون هي أيضا مش عم بتساهم كرمال تصحح إذا في بيئة أو إذا في أشخاص أو في عناصر مش كويسين بالعمل. أنا ما قصدي لا لا أصحح مين ولا مين؟ بعدين أنا جاية أأدب الناس وأنظف الناس وأطهر أخلاقهم، أنا جاية أخذ لقمة عيشي وأمشي. لكل امرأة تعاني بمجال العمل بالحلال، أنا لو أبيها بالحرام ما جيت أصلا اشتغلت وشقيت في ذي اللوكيشنات 18 ساعة تصوير وثلاث شهور بعيدة عن أهلي. من الآخر من الآخر كذا يعني، عشان قلت لك أنا صريحة معك. لكل امرأة عم تعرض لمضايقات بعملها إن كان بالفن إن كان بأي بأي مجال اللي كان، شو رسالتك لكل امرأة عم تعرض لمضايقات؟ إذا تقدرين ما تسكتين لا تسكتين، ولا تخلين الموضوع بينك وبينه، خلي كل الناس تشوف وتسمع عشان ما يكذبك بأي طريقة كانت. على اللونج اللونج هذه كلمتي معروفة. على اللونج بالكلوزات لا تكلمين، لا بالعكس إذا تقدرين سوي ولا تسمحين لأحد، يعني لا تكون اللحمة طرية، ما ينفع ما ينفع أبدا ما ينفع أبدا صدقا ما ينفع. أغلى شخص على قلبك مين؟ أمي الله يحفظها ويطول في عمرها يا رب، هي اللي بقالي. شو بتقولي لأمك اليوم لأول مرة؟ شو في شي بتقولي لي لأول مرة ما قلتي لي قبل مرة؟ نبكي ثاني نشفت دموعي معك اليوم حقيقة. طيب يا شي لأول مرة ما قلتي لي قبل؟ تخيل ما أقدر أقول، على طول أدمع. إيش أقول لها ولا أقولها؟ أقول لها يلا يعني شقد تعبتي وش كثر أنت أم قوية. تخيل يعني رغم كل هذا هي اللي قاعدة تقوينا اليوم، عظيمة عظيمة أمي عظيمة، كانت تقدر أنها تنهار وتشق ملابسها وتصرخ وتولول وعيالي راح وزوجي راح والدنيا ولا لا 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 مكانها ما تحركت، بس تصرخ لا حول ولا قوة إلا بالله بعلى صوت، بس ما نهزت ما طاحت، بس من جواها نار نار. تغيرت أمي. شو بتقلي لها؟ قول لها لأول مرة أني أحتاجها، بس أحتاجها. هذا المكان فيه شيء يبكي الواحد مرة. إيه علاقتي في أمي، أمي تشوفني بعد أنا مرة قوية، ودائما تقول لي أنت تذكريني في نفسي وأنت راح تكبرين وتصيرين زيي. من بين كل خواتي، مع أنه أنا أصغر خواتي على فكرة، في أكبر مني ثلاثة. يعني بحاجة لشو أكتر شيء اليوم من أمك؟ تدعمك على أي صعيد؟ أنه أمي قد ما هي قوية شخص ما يعرف يعبر عنها عن حنانه. أعرف هذه الشخصية اللي ما تبكي قدامك واللي ممكن تقعد شهر ونص ما تحضنك بالسنين عادي، بس هي قلبها هي كذا عليك موت. هذه أمي. أحيانا أشوفها قاسية. بتعبري لها عن حبك؟ بتغمريها؟ بتبوسيها؟ أو ايه انت حتبكي صح؟ الحين لأمي اذا شافت ذا اللقاء احكيها لا اطلبي اعتياري احكي مع امك اعتياري سيلي اطلبيها على الهواء اطلبيها على الهواء ادق عليها الحين ادق عليها او الناس تسمع ايه وين المشكلة جيبوا جوال لا انا ما اطلع حتى صوت امي ما بديك حتى صوت امي طيب سامحني من أول ما بديت يعني مرة برايفسي في أشياء كثيرة طيب بس اليوم معك اللي ما يعرف شيء عني من بديت من 10-12 سنة إلى ذا اليوم عرفه مين خبرتي أول شخص أنك بدك تطلقي أختي معها
شالت لك؟ أهلي مشكلة مرة يحبون عايض يعني يحبونه بشكل يعني جنوني. يعني أمي تنادي ولادي ما تنادي في اسمه. خواتي يشوفونه يلعبون معه يمزحون معه يضحكون معه يعني زي أخوه زي أخوهم صاروا يعتبرون الموضوع. حتى أخي نفس الشيء صار صديقه جس معاه يسولف معاه في القبو يضحكون يعني فاهم صار يعني صديق للعيلة. شو قالوا لك؟ سألت لك؟ والله أمي في بداية الزواج قالت لي بداية الزواج قالت لي تأني. أوف. إيه نعم. ليش؟ قالت لي فكري مرتين. كان خوفه على شو تحديدا؟ إنه شخص معروف. كانت عندها مشكلة إنه هو نجم أو شخص معروف. ما بغت والدتي هذا الموضوع أبدا لي. لأنه بنفس الوقت كان متقدم لي كذا شخص آخر وكانت أمي تبغى واحد من هذول الأشخاص. وأنت اخترت عايض؟ يس. ومو نادمة يعني عشان ترتاح مو ندمانة على هذا الاختيار. معقول ترجعوا لبعض؟ أنا أشوف أنه اللي كاتبه الله في النهاية يصير. بس وين السعادة الواحد يروح وراها؟ شو يعني تكون إنسانة سعيدة؟ أنت اليوم إنسانة سعيدة؟ مش قوي. هيدا اللي بدك إياه؟ إيه هذا قراري وأنا أتحمله. هيدا اللي بخليك تكون إنسانة سعيدة؟ لا أنا مش سعيدة قوي دلوقتي يعني. حتى لما انفصلت يعني مو شرط أنه أنا سعيدة يعني. بس هيدا اللي ممكن القرار هيدا ممكن يخليك تصير إنسانة سعيدة؟ ممكن. مع رجل آخر؟ مع زوج آخر؟ كل شيء جايز كله بالنهاية مكتوب. لا أوقات فينا نكون مخيرين مش دايما مسيرين. طبعا هو المفروض نكون مخيرين بحياتنا كلها ما أننا مسيرين يعني. مو حلو الواحد يكون تبع يعني. حلو كمان يكون واحد عنده الاختيار وعنده القرار وعنده الـ 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 القوة اللي يقول فيها نعم والقوة اللي يقول فيها لا. والقوة أنه يتخلى عن شخص بحبه اللي هي لا. راضي عن الحلقة؟ كتير. لو بدك تحس في فكرة واحدة. أنا ما بحذف شيء بس إذا بدك تحس في فكرة واحدة شو بتشيله؟ ما أحذف ولا شيء. نزل الحلقة كاملة بس طلعني حلوة. هذا هو. طيب خلينا نحكي عايض. خلينا نحكي. لا 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 اسمعيني شوي. منه صديقك؟ أعطيني صديق. أنت تبغى تحكي من البرنامج احكيه بس أنا أحرجه وأحكيه مستحيل أحرجه. طيب أنا لأنه ما أدري هو وين. I think أنه هو مسافر. وين مسافر؟ I think في باريس أو في دبي. أنت قلت له كلمني ضروري. كلمك؟ إيه. كلمك من وين؟ قال لك هو أنا كلمني في الرياض. من رقم جواله. إيه قال لك أنا في الرياض أو برا؟ قال لي أنا بسافر. ما سألتي وين؟ ما سألتي وين؟ ليش أسأله؟ لكن شو حكيتي؟ لأني أبغى شيء معين شغلة. مو عن العلاقة أو عن لا. أنا أبغى أنا سايبة بيتي يا أستاذ ففي أغراضي يعني. إف إف بعد ما نقلت أغراضي؟ لا قلت لكم جيبوا لنا قهوة وجيبوا اطلبوا لنا عشاء. اطلبوا لنا عشاء بليز. أغراضك ما نقلتيهم كلهم بعد؟ إي لا في كم شغلة يعني. تركتي هنيك؟ شو تركتي ببيت الزوجة؟ لا عاد مالك الله يعافيك. شو تركتي ما؟ ما كان خاطر عبين الفكرة. لا أعطيتك الحين وين أكتب أكتب. شو تركي ببيتك الزوجي؟ ماشي تركي كل ذكرياتي.
يبقى انتو عم بتضبي اغراضك. ايوه انتو عم بتضبي 10 سنوات من الذكريات. تتذكري هاللحظات؟ كنت عايش تحدي وصراع نفسي ما حد يفهمه. سؤال صعب رح اسألك اياه، هاللحظات وانت عم بتسكري على علاقة ولحظات الموت اللي عشتيها بالبيت، الوجع هو واحد؟ كله فقد، كله فقد، كلهم ماتوا. يعني وجع الطلاق هو بوجع لا يقارن. لا ما يقارن وجع الطلاق بوجع الموت، بس انا اتكلم عن مبدا الفقد. عم بحكي انا فقد لانه انت عم تفقدي شخص، ولكن انت شخص عم تفقديه وبعدك بتحبيه. اي بس هو حي، لما حدا توفى خلص توفى صار. ايه؟ فيه سكرتي بالضبط، هون ما فهم ما سكرتي، هون حي. فيك تحكي، فيك تسال، فيك تسامح، فيك تسامح. يمكن يكون اصعب. ليه؟ لانه انت بتحبيه وبدك اياه وما انك قادره تكوني معه. انا قادره، لا تقول منك قادرة، أنا ما في شيء صعب علي الله يسلمك. بس أنا اتخذت قرار. هل قلب ممكن يساع رجل تاني؟ إذا الله كتب. إذا هالحب عندي كير عائد، حبي إلى مو زي زمان. تحياتي إلى اللقاء، استمتعنا.